دارك بماذا ركب يسير يطوي الصحائر يبين من هيئته رسم الجلال يبين من هيئته رسم الجلال علي هذا عباس هذا خير البشائر وذاك صبط المصطفى دون جدال وذاك صبط المصطفى دون جدال دارك بمعنى ركب يسير يطوي رسم الجلال يبين من هيئته من هو الموجود في الركب علي هذا عباس هذا خير البشائر وذاك صبط المصطفى دون جدال وذاك صبط المصطفى يا علي تعال يا صاحبي لنلحق القافلة إن الحياة بلا حسيننا فاشلة تعال يا صاحبي لنلحق القافلة إن الحياة بلا حسيننا فاشلة خدنا إلى الأكبر وكافل العائلة خدنا إلى القاسم بالنية الباسلة نسل سيفا على أمية الباطلة وإن غدا دمنا كالأبحور السائلة بعد قال الشاعر عبد الطاهر الشغابي يا علي مرحوم توا من شهر توفى الله يرحمه شباب إذا على تلك يا كربلا صاعدة إذا على تلك يا كربلا صاعدة أشكو وأنخى الحمى والجثة الهامدة قم يا عزيزي فمن للنسوة الفاقدة قم يا عزيزي فمن للنسوة الفاقدة إن العدا أقبلت لسلبها عامدة وأحرقت خدرنا بنارها الحاقدة ولوعت طفلنا وخيرته ساجدة حسين هاك دمي خذه مع التربان يهمي خذه مع الأنصار في ربى الإقدام مع الزهر الأضاحي خذني حبيب والرياح خذني وباقي القتلى والرضيع الضامي راياتك الحمراء تشدنا شدة حرباً على الأعداء حرباً على الأعداء حرباً على البوغة نحفر الخدة خذنا على البوغة نعفر الخدة إذا يرويك دمي خذه مع التربان يهمي خذه مع الأنصار في ربى الإقدام مع الزهر الأضاحي خذني
حبيب والرياحي خدني وباقي القتلة والرضيع الضامي. راياتك الحمراء تشدنا شدة خدنا على البوغة خدنا على الأعداء نعفر الخدة خدنا على الأعداء نعفر الخدة. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين على البوغة نعفر الخدة خدنا على البوغة نعفر الخدة. السلام عليك حبيبي يا حسين.